من إيطاليا ينقل لكم التلفزيون يوميات عائلة في الحجر المنزلي من خلال تقنية سكايب في هذا الروبورتاج لسهيلة دغمومة. مساء الخير حفيدة، واش الأحوال في إيطاليا؟ الحمد لله يا ربي، ديما معنوياتنا مرتفعة وإن شاء الله ربي هو يرفد هذا الوباء. الالتزام، الخوف والترقب هي اللحظات التي تتقاسمها هذه العائلة الجزائرية بمدينة روما الإيطالية. فمنذ أزيد من 3 أسابيع تحاول حفيظة إخفاء حيرتها وتنظيم أوقاتها بين تدريس الأطفال ومتابعة الأخبار حول انتشار الفيروس. الحاجة الصعبة بزاف هي أنه الدراري ما يروحوش يقراو، بصح لازم يقراو في الدار، يعني يتابعوا التلفزة الإيطالية، التلفزة الجزائرية، التونسية، يعني شيء مخيف لأنه الناس ما هيش واعية 100%، ما هيش واعية بأنه لا شوز اي تري غراف، كيل فو ريستي شي سوا، كيل فو با سورتير بور فير نيمبورت كوا في الشارع. اون سي با كيما نقولوا حنا بالجزائرية بالعامية، في الساعة الناقصة منين واحد تقدر تجيه الإصابة. وفي الحجر المنزلي إيجابيات أيضا ترفع المعنويات لهذه العائلة. La chose positive هذا الكونفينمون سي كو العائلة كل يوم ملمومة مع بعضها، دراري il profite un peu de leur père qui travaille comme envoyé spécial qui est toujours absent pratiquement en relation avec l'Algérie en tout moment de la journée. خاوتي طلبوني، امي نطلبهم انا زادة، كل ما يشوفوا يعني كثرت عدد الوفيات ولا زاد عدد الاصابات في ايطاليا يعيطونا يقولوا لنا كيفاش وعلاش، اسكو فو بوفي نوز اكسبليكي بوركوا. دونك دائما دائما في تحاور ودائما يعني نحكيو يعني مع بعضنا برسك طول الوقت. والنصيحه من روما هي ضروره البقاء في المنزل. ستايا كازا. Rescate a casa! Rescate!